عندما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الكفرة الفجرة يخترق صفوفهم ويأخذ حفنة من التراب ويذرها فوق رؤوسهم وهو يتلو: واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فلم يبق منهم أحد إلا والتراب فوق رأسه. وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لعل أن يجعل الله لك صاحبا، اشترى أبو بكر راحلتين. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الليلة حتى لحق بغار ثور في اتجاه اليمن. وكان دليلهم عبد الله بن أريقط، ولم يكن قد دخل الإسلام بعد. استأجر النبي وأبو بكر رجلاً يدعى عبد الله بن أريقط الليثي، وهو الرجل الخبير بالطرق في الصحراء. ولم يكن قد دخل الإسلام بعد. وقد سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق الذي يضاد طريق المدينة حتى لا تعرف قريش طريقه، فاتخذ طريقا جنوب مكة والمتجه نحو اليمن. وحزن الرسول صلى الله عليه وسلم على فراق مكة وقال: والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. يا أسماء، سأخرج إلى جوار الكعبة لأسمع ما يقولونه، وسأذهب عندما يمسي الليل لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي. توخى الحذر يا أخي، هل سيتبعك عامر بن فهيرة؟ نعم، سيرعى الأغنام في المساء وسيسير باتجاه سيري ليمحو أثار أقدامي. أعانكم الله. بالباب. إني جدك يا أسماء، افتح الباب. تفضل يا جدي. هل ما سمعته صحيح؟ هل خرج أبو بكر مع محمد مهاجرا؟ نعم يا جدي، لقد خرج أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد سمعت أنه لم يترك لكم شيئاً. لا يا جدي، لقد ترك لنا كل هذا. إن كان ترك لكم كل ذلك فقد أحسن. أسعد! أسعد! ماذا بك يا خالتي؟ أنت أسعد؟
أنا أسعد اليمني الذي أقرأ الكف، وعلمت أن بهذا المكان من يبحث عني. نعم نعم، كنت أبحث عن من يقرأ لي الطالع يا أسعد. لقد حرمه الله يا أسعد. الله؟ من؟ الله الواحد الأحد. أيعلم الغيب؟ ويعلم ما تسرون وما تعلنون. أأنت من أتباع محمد؟ نعم. إذن فحدثني عنه يا ولدي. يا عبد الله يا أخي، لقد جاءنا اليوم جدي أبو قحافة. ماذا قال لك؟ لقد سألني إن كان أبي ترك لنا أموالاً. وماذا قلت له؟ لقد التقطت له بعض الحجارة من المنزل ووضعتها داخل الكيس الذي يضع به أبي أمواله. وهل لاحظ جدك شيئاً؟ لا، لم يلاحظ شيئاً، والحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل شيء. ليتني أعرف هذا الذي قتل ابني بدعائه، ليتني أغمد سيفي في جسده وأمزقه. محمد، محمد، أين اختفى؟ أين اختفى؟ أين؟ ليس له أثر، كأنه الملح في الماء. ماذا نفعل؟ فلقد ضربنا علي ابن أبي طالب وسحبناه إلى الكعبة فلم يتكلم. فلنذهب إلى دار أبي بكر. افتحوا الباب، افتحوا الباب وإلا كسرته. افتحوا يا آل أبي بكر. ماذا تريد؟ أين أبوك؟ لا أدري أين أبي. لن نترككم ما حيينا، إما نحن وإما أنتم أيها المسلمون. كفاءة ضخمة قدرها 100 ناقة لمن يأتينا بمحمد وأبي بكر حيين أو ميتين. 100 ناقة؟ هذا هو الحمل الكبير. راقبوا مكة من جميع الجهات رقابة مسلحة. من يأتينا بالرجلين؟ بل لا، من يأتينا بمحمد وأبي بكر؟ 100 ناقة. أين الفرسان؟ أين الأسود؟ اذهبوا وأتوا بهما. مكة كلها على قلب رجل واحد ضدك يا محمد.